الأخبار أبرزت انتهاء محافظة مطروح من تجهيزات النهائية لخمس مشروعات خدمية، هيكون منها مراكز بتكلفة تصل إلى 600 مليون جنيه، هيفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات تحرير سيناء عبر الفيديو كونفرنس، وهيكون من بينها محطة تحلية مياه لثلاث شرق ثلاثة شرق اللي هي رميلة، ثلاثة شرق مدينة مرسى مطروح، وهيكون افتتاحها زي ما قلت لحضراتكم في أعياد سيناء.